ولسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم من سوبر ليج، وتعالوا نرحب بصديقي العزيز وواحد من افضل الناس اللي بتتكلم في الكره العالميه وعمده جماهير ليفربول كمان في مصر، يعني راجل متعمق جدا فيما يحدث في دوري ابطال اوروبا، احمد يوسف. يا جو، مساء الفل والجمال. ازيك يا اسلام؟ ومبروك على البرنامج. معلش متاخره، بس يعني مبروك على البرنامج ومبسوط باللي انت بتوصل له دايما كده. يعني ربنا يخليك يا رب، وجودك ساعدني بالتاكيد. اخبارك ربنا ايه؟ ربنا يخليك يا اسلام، زي الفل الحمد لله. ارني سلوت من شويه كده في المؤتمر فيك شبه منه. فيا شبه منه بجد والله؟ طب كويس، وانا ارني سلوت وتنهاج وجوارديولا كمان بالمناسبه. ارني سلوت في المؤتمر قال لك مفيش فرق كبير قوي باللي بيحصل في هولندا عن في انجلترا، احنا كمان بنلعب في الويك اند وبنلعب في نص الاسبوع، ولكن الفرق اللي زي برينتفورد، ساوثهامبتون، نوتنغهام فورست، فرق مختلفه عن اللي في هولندا. بالتالي ده الفرق الجوهري اصلا. انا مش عارف هو ليه راح لكده. شايف حقبه ارني سلوت عامله ازاي؟ فريق كان ماشي كويس جدا بكيرف، بعدين صدمه نوتنغهام فورست، ثم فوز في السان سيرو بقوه بعد خساره، بعد يعني بعد ما اتاخر في النتيجه. مظبوط. شايف ارني سلوت ازاي مع ليفربول وانت من كبار مشجعي ليفربول؟ بص، بدايه انا بصراحه ما كنتش متخيلها. حلو. ككوره، كجماليات، كشغل كويس، انا الحاجات دي ما كنتش متخيلها. كنت متخيل بعد مرحله كلوب دي هيبقى فيه دروب جامد جدا. كنت متخيل كده. اسمه برده مش كبير، انت مش جايب اسم حاجه قويه، يعني انت ما رحتش جبت اسم كبير فقلت لا انا براهن عليه وبتاع وهو ده اللي لا، انت جايب اسم اصلا ما كانش معروف للناس، اسم جديد، حاجه دوري جديد بالنسبه له. كنت خايف، الناس كانت خايفه من مرحله تنهاج تاني، ان ده يكون تنهاج اتنين. فبصراحه كانت مفاجاه، اولا في فتره الاعداد ان كان باين ان في بوادر حاجه كويسه. الراجل كان واقعي جدا، الراجل قال لك انا جاي اكمل على اللي كلوب عمله، ودي الحاجه اللي انا شايفه مشي فيها صح. عمل بعض التعديلات طبعا، هو ما خدش كوبي بيست، يعني ما خدش زي ما هي، لا عمل بعض التعديلات، بس تعديلات تسمح الفريق. وتسمح انك تعملها. أوكي. الفريق قادر انه يعملها. الفريق برضو كلوب مسلمه، خلي بالك كلوب مسلمه فرقه عظيمه طبعا. انت بتتكلم طبعًا على فرقه كمان المينتاليتي بتاعتها بقت انها بتوصل ابطال، بتوصل تاخد، تنافس على الدوري. مش هقول لك تاخد دوري كل سنه، بس تنافس على الدوري، تحاول تاخد دوري كل سنه دايما مع سيتي راس براس. صح. فخلاص العقليه بتاعت اللعيبه عندها ده، فالمدرب كان جاي جاهز لده، وده اللي عجبني في ارني سلوت. فكرة بقى ان انا اشتغل بالباكات بشغل معين، اشتغل بالوينجر، ادي الادوار للوينجات بشغل معين، اوظف جرافنبرخ توظيف جديد، فيبقى من احسن. اعتقد ان دي اكتر نقطة ممكن تكون مضيئة لارني سلوت لغاية دلوقتي طبعا. ان بدل ما يتخانق على لعيب رقم 6، هو عنده وتار اندو، خلى لعيب رقم 6 ورجعه للاضواء مره تانية. بصراحه خلي بالك احنا كان عندنا قصه في الصيف، زوبيمندي، وان زوبيمندي جاي من سوسيداد، وزوبيمندي بيرفض ليفربول والكلام ده كله، فالناس كلها كانت حاطه، وانا واحد من الناس، طب يا جماعه هنلعب مين؟ خاصه ان الراجل عايز لاعب 6 مش بمواصفات اندو اللي موجود السنه اللي فاتت، اللي كلوب حاول يطلع منه احسن حاجه. مزبوط. لا، هو الراجل عايز دايما اللاعب رقم 6 ده بيقطع الكوره وبيزيد وبيلعب كوره، عايز لعيب كوير، يعني مش عايز لاعب واحد اي حد وخلاص. أوكي. فدي كانت فكره ارني سلوت. فالناس كلها قعدت تقول طب هيلعب بمين؟ لما حط جرافنبرغ انا اول واحد قعدت اقول مش هينفع. مش هينفع، الدنيا مش اتجربت قبل كده بالظبط، وقعدت اقول مش هينفع. بس لما بدا يلعب بقى ان جرافنبرغ جنب ماكاليستر وبيدي ادوار شويه، ان الخطه ممكن تتقبل 4-2-3-1، ما تبقاش 4-3-3 صريحه. وفي اوقات انا عجبني برضو انه في ماتش مانشستر مثلا، مانشستر كان نازل عارف ليفربول هيلعب ازاي. حلو. ولكن هو قام سحب على طول، قام لقى ان الدنيا انا مضغوط، اول 10 دقايق مضغوط، طب هات لي سوبوسلاي روح ناحيه اليمين. شمال. اليمين سوبوسلاي كان بيروح ناحيه اليمين، ماكاليستر روح لناحيه الشمال، وخلي جرافنبرغ هو اللي يبقى لوحده عشان اخلي مانشستر يونايتد يتفرق، ما يضغطش بالضغط بتاعه. فعنده افكار، عنده افكار، بيشغل، بيوظف الفريق صح، مدي احترام للنجوم، ودي حاجه مهمه قوي. أوكي. بتشوفه بيغير ارنولد كل ماتش في الدقيقه 78، بس بيطلع دايما يتكلم على ارنولد كويس، بيطلع دايما يتكلم يقول ان ارنولد واحد من اهم اللعيبه اللي في المنظومه بتاعتي، بس انا لازم ادي للعيب البديل بتاعه عشان دايما تبقى رجله موجوده في الملعب. ودي نقطه ايجابيه الحقيقه. بالظبط. وخلي بالك بقى الروتيشن اللي بيعمله في الفرقه ذكي جدا، يعني انت بتشوف ان في الدقيقه مثلا 65-70 ممكن تلاقي سحب لاعبين ثلاثه. صح. عشان يدير دقائق اللعب بتاعتهم بذكاء. الحاجه اللي عتب الوحيد بس اللي ممكن يبقى عليه حته ان ماكاليستر لغايه دلوقتي بيلعب 90 دقيقه ما بيتغيرش، هو جرافنبرخ الاثنين ما بيتغيروش تماما. مزبوط. الاثنين دول في المنظومه ما بيطلعوش، وده معرفش مع معدل الماتشات العالي بالذات الماتشات السنه دي عالي هيحصل ايه. الحاجه كمان الثانيه العتب الوحيد ان الفرق اللي بتنزل تلعب عليه كلوب لوك، وهو حتى نفسه اتكلم قال لك احنا بنستحوذ على الكره بس ما بنوصلش بمعدلات. أيوة. كبيره للجون، وده شفناه قدام ماتش نوتنغهام فورست. خلي بالك انت في الماتشات اللي انت لعبتها ابسويتش كان بيضغط عليك عالي، فقدرت انك تعمل نتيجه كويسه. الشوط الاول كان وحش جدا. بس عارف انت دي كانت صدمه البريمير ليج، اللي هي الدخله الصدمه بتاعت البريمير ليج.
ماتش مانشستر فرقه برضو بتضغط عليك عالي، ماتش ميلان الفرقه بتضغط عليك عالي، فانت حطيت في اختبارات ان الفرق بتضغط عليك وانت بتطلع بتحاول انك، وحتى برينفورد كانوا فرقه برضو بتضغط، مش فرقه بتدافع من ورا. نوتنجهام فرقه كانت بتدافع من ورا. التحدي بقى وانت في البريمير ليج لما تلعب بقى الفرق الرخمه وتبتدي تخش في الماتشات الرخمه وبره ملعبك هتعمل ايه؟ يعني عندنا بكره تحدي قدام بورموس، هنشوف بقى ارني سلوت قدام بورموس هيتعامل ازاي مع التكتلات الدفاعيه، هيقدر يفك التكتلات دي ازاي؟ ده الحاجه المطلوبه من ارني سلوت. طيب عندي سؤال، ان كان بيتوجه له احيانا الناس بتقول ان كل ما بيتسال عن تجديد صلاح فان دايك ارنولد بيتسال يقول انا ماليش علاقه بالتجديد، اللي عايز يكمل يعني اللعيبه معانا وبتادي احسن ما عندها، وان في اخر الموسم هيبان، او بالبلدي بيرمي الكوره في ملعب الاداره. في ملعب الاداره كان يورجن كلوب مختلف عن كده، يورجن كلوب كان بيطلع يتكلم في كل حاجه. شو هل وجود مايكل ادواردز متولي المسؤوليه دي، انت حاسس ان هنا الطبيعي ان المدير الفني يرمي الحاجه في ملعب الاداره ما يتكلمش خالص، ولا ما يديش حتى لا ده انا كين على صلاح انا كين على فان دايك، ولا انت شايف ايه؟ طيب خلينا نقول في تصريحات متشابهه ما بينه وبين كلوب، زي في حته الانتقالات ومين هيجي ومين هيمشي، كان دايما كلوب يقول لك انا فرقتي حلوه، انا فرقتي تمام، احنا مش محتاجين اي حد. صح. وده كان توجه دايما عند المدير الفني اللي بيمسك ليفربول، اللي هو باشا كل حاجه جميله كله تمام، ما انشيلوتي ستايل. كل حاجه جميله، وهو كان بيتبع نفس الاسلوب. كلوب كان ساعات بيجي بيتذمر في بالذات في الحاجات لما بيبقى في حاجه بقى كارثه كبيره. صح. لازم محتاج انك تتدخل، ولكن في اغلب الاوقات ما كانش، كان بيقول لك انا راضي عن فرقتي أوكي. احسن فرقه كان ارني سلوت نفس المدرسه. حته الانتقالات هي برضو للاداره، لان واضح ان التوجه بتاع الاداره الجديد هو توجه مختلف. احنا النهارده يا جماعه جايين فكره بقى ان في، انت راجل اسمك كوتش أوكي. انت راجل بتاع الملعب، هنجيب لك اللعيبه تشتغل بيها. ده اللي مايكل ادواردز اصلا كان عايزه من زمان، وده اللي كان بيحاول يطبقه في ليفربول. عايز يفصل. احنا هنجيب لك الصفقات وانت تشتغل بيها. اوكي. احنا اللي هنشوف مين الصفقه الانسب. ممكن يبقى طبعا اكيد ليك راي واكيد ليك قرار، بس احنا اللي هنقرر واحنا اللي هنشوف. يعني فاكر لو تفتكر كان دايما يقول لك ايه، جوليان برانت وصلاح كانوا هما الاثنين في نفس وهما في الاخر الناس اقنعوا كلوب بصلاح. صلاح. هو ده اللي بيحصل مع ارني سلوت، اللي هو احنا اللي هنبتدي ندور على الصفقات، ودايما مش هنجيب صفقه غير اللي احنا عايزينها. أوكي. عشان كده هو مش عارف موقف تجديد صلاح وارنولد فان دايك، لان ده في الاخر خلاص ده موضوع اداره. انت يا باشا راجل في الملعب، والله صلاح كمل والناس دي كملت، يبقى انت هتفضل مكمل وهتشتغل معاهم وهتطلع منهم احسن حاجه. ما كملوش هنبتدي هنجيب لك لعيبه ثانيه، وانت هنفكر في اوبشنز ثانيه وهتبتدي انت تدور وتشتغل بيها. بس هي الفكره بقى، انت قادر انك تستغنى أيوة. عن واحد زي ارنولد، واحد زي صلاح، واحد زي فان دايك، الثلاث لعيبه عمود رئيسي في الفرقه، كباتن من كباتن الفرقه. بتتكلم عن فان دايك كابتن الفرقه، ارنولد الفايس كابتن، الكابتن الثاني، صلاح من كباتن الفرقه. طبعا اهم لعيب في الفريق هجوميا، طبعا واهم لعيب في الفريق هجوميا، واهم لعيب كمان حتى في اوضه اللبس دلوقتي الناس بتاخد بالها قوي من دور صلاح. هو حتى نفسه بقى بيتكلم عن الدور ده كتير. عن ايه بقى؟ عن دوره جوه اللبس، عن دوره جوه اللبس مع اللعيبه الصغيره، وان هو ازاي بيقعد معاهم، وان ازاي هو بالنسبه لهم قدوه. حتى ارني سلوت نفسه قال لك الراجل ده ممكن يكمل يلعب لغايه 40 سنه، لان التمرين اللي بيتمرنه والشكل اللي بيعمله اللي انا بشوفه بعناية. ده ارني سلوت على فكره، مش انا اللي بقول. أوكي. ماشي. قال لك الحاجات دي تخليه ان هو يكمل في الملاعب لحته بعيده قوي. فعشان كده انا شايف ان صلاح لازم يكمل. مهم، انت عندك لعيب بيساهم ب 40 و30 و40 جول، فاهم ان ده ضد السياسه الاداريه في ليفربول، فكره ان اللعيب لما بيكسر ال 30 بنبتدي بقى ايه، يا بنجدد سنه بسنه. صح. يا بنقلل العقد، يعني بنبتدي اللي هي الرولز ما بعد ال 30 اللي هم بيحاولوا دلوقتي يكسروها لصلاح. بالظبط كده. وهي اتكسرت على فكره، بس اتكسرت باوامر من كلوب، اتكسرت على هندرسون وميلنر. أوكي. لان الراجل قال انا محتاج اللعيبه دي معايا في اوضه اللبس. أوكي. سيبكوا بقى من غير الملعب. يعني انا محتاجهم في الملعب طبعا، انا ليهم دور تاني، لان دول كباتن، لان انت خسرت برضو اتنين كابتن تقال، ميلنر وهندرسون كانوا كباتن تقيله. فعشان كده ارني سلوت مش عارف هو ايه اللي هيحصل. فعشان كده هو مش قادر يديك تصريح يقول لك والله صلاح قاعد او ارنولد قاعد. وخلي بالك هي اداره ليفربول كده، هتصحى في يوم من النوم الصبح هتلاقي فيه تجديد. هتلاقي فيه قال لك هيمشي، يعني مفيش حاجه تتوقعها من اداره ليفربول. انت صحيت في يوم الصبح لقيت كلوب ماشي. اوكي. انت صحيت في يوم الصبح. صح. لقيت لعيبه بتيجي. بمناسبه يوم ليفربول، صحينا من لقينا يورجن كلوب ماشي، ده انا قابلتك تاني يوم غالبا. صح. في نفس اليوم. في نفس اليوم. في نفس اليوم. في نفس اليوم. يوم ما يورجن كلوب مشي. صح. صح كده؟ قابلتك بالصدفه البحته، كنا مع بعض. كنا قاعدين مع بعض. وانت كنت في حاله حزن، يعني انا فاهم كويس جدا. وكل جماهير ليفربول، يمكن الناس اللي حتى اللي ما بتشجعش ليفربول، ارتباط الناس في البريمير ليج بيورجن كلوب، حقبه جوارديولا كلوب وكلوب نفسه، لا حاجه انا ما كنتش متخيل ان جماهير ليفربول تقدر تاوفر كام الراجل ده لغايه دلوقتي. انا لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي لما بتفرج، انا لغايه دلوقتي اي حاجه بتعدي انترفيو قدامي ليورجن كلوب
مدرسه. اصل خباك يورجن كلوب ما كانش مدرسه في كوره بس، لا لا انسانيه في الحياه عامه، هو بيدي دروس في الحياه، هو بيقعد كل حاجه بتسمعها بتطلع منه، هو ذكي قوي، هو شاطر قوي، هو بني ادم جدا، عارف انت اللي هو هو انسان قوي اه يعني يعني اللي هو هو كل حاجه بتطلع في الحته الصح، حتى لما في الخلافات اللي مع اللعيبه في الكلام ده كله دايما بيطلع هادي، عارف ازاي يقدر يدير الازمه. كلوب بالنسبه لي عايز اسالك سؤال اخير عن ليفربول. هل ليفربول محتاج صفقات ليكمل الموسم؟ منافسه شرسه في البريمير ليج بالتاكيد، وانا بشوف على فكره ان ليفربول مش بعيد ابدا عن المنافسه لو قدر السكواد ده يبقى فيه عمق اكتر، اثنين ثلاثه كمان مع الفرقه دي مظبوط يقدروا يساعدوا الفريق، وتشامبيونز ليج بنظام جديد انت مش فاهم اصلا ايه اللي هيحصل على كل فرق. بتلعب ماتشات، بتلعب ماتشات زياده اصلا بالظبط يعني. وهتصعد، هتصعد اعتقد يعني ليفربول كده كده هيصعد، بس الفكره كلها ان ازاي تمانج السكواد ما بين هنا وما بين هنا. صح، تخيلك ليفربول محتاج كام لعيب وايه المراكز اللي محتاجها؟ بص انا كنت شايف ان قبل بدايه الموسم احنا كنا محتاجين لاعب مدافع بيلعب برجله الشمال، حاجه شبه كالافيوري كده، الراجل اللي بيلعب مكان روبرتسون، لان الراجل دايما بيعتمد في اوقات ان الثلاثه بيقوموا فاتحين مع بعض، ارنولد بيفتح في الملعب زياده شويه، ممكن ساعات بيبقى الثلاثه يضموا شويه للعمق، ما بيضموش زي ارنولد زمان زي مع كلوب اللي هو يضم في نص الملعب، لا بس بيضم شويه، بس انت محتاج مدافع بيلعب برجله الشمال، خاصه كمان ان ده يكون بديل لفان دايك في المستقبل، لان انت برضو اديك اهو بتسال لغايه دلوقتي احنا مش عارفين فان دايك قاعد للسنه الجايه ولا لا، فكنت شايف ان احنا محتاجين مدافع بيلعب برجله الشمال، كنت شايف ان احنا محتاجين لاعب رقم 6، لان حتى لو جرافنبرغ قادر ان هو يقدم الدور، بس انت ما تعرفش الاصابات هتقدر تتعامل معاها ازاي، خلي بالك احنا لسه ما دخلناش في فكره ان ليفربول بيتصاب منه لعيب واثنين وثلاثه زي السنين اللي فاتت، احنا سامعين على الاليسون احتمال ما يلعبش بكره ودي كارثه طبعا، ولكن لغايه دلوقتي انت محتاج لاعب رقم 6. لا وكمان كيرت جونز وهيرفي اليوت الاثنين مصابين ومحدش حاسس بيهم لان هم ما بيلعبوش، بس انت قصدي لما تخش بقى في عمود من عواميد الفرقه بالظبط كده، لا ولاعب 6 بالذات، لان انت 6 خلاص حطيت كرايتيريا معينه للاعب رقم 6، لعيب بيعرف يلعب كوره، فبيعرف عشان كده كان عينه هتطلع على زوبيمندي بالظبط كده، فانت 6 ده مين اللي هيلعب، وحتى لو في حاله غياب جرافنبرغ هتوظف مين في المركز ده، لان انت لو حطيت قلت لي هحط ماكاليستر في المركز ده انت بتخسر ماكاليستر، لان ماكاليستر بيقدم لك ادوار كتير هجومية. يعني بيعمل حاجات كتير قوي، فدي حاجه كنت شايف ان احنا محتاجين لاعب في المركز الهجومي، احنا جبنا كيزا بس انت كيزا ده واخده ريسك، ودي برضو الصفقات بتاعت ليفربول اللي هو ايه، انا هحاول اجيب صفقه الناس كلها كانت بتتكلم عليها، حاول ارفع من مستواه، النهارده جبته ب 10 فانا حققت منه ارباح كبيره جدا. صح. فدي برضو كانت صفقه من الصفقات اللي ملاقيه، فانت محتاج صفقتين ثلاثه يعني، انا بقول كده ما كنتش محتاج 10 صفقات 8 صفقات، بس كنت محتاج تعمل عمق للسكواد زي ما انت بتتكلم عشان تقدر تكمل بيه سواء كاس سواء تشامبيونز ليج سواء اي البطولات الكتيره اللي انت هتخش فيها. عظيم. طيب تعال نطلع من ليفربول للقطبين الاقوياء جدا. خلاص بقى انت داخل بعد بكره على مواجهه سيتي ارسنال. صح. السيتي بيتعادل وبيظهر بشكل يعني بص سيميوني انزاجي يعني حاجه خطيره. عظيم. الحقيقه وفريق زي ارسنال بيتعادل، ديفيد رايا بينقذ الوضع، بس في الاخر الماتشات ما بقتش بالسهوله ابدا طبعا. يعني وهالاند بريمير ليج بسيتي بريمير ليج يختلف عن ما بتلعب في قدام الفرق الكبيره اوروبيا. أوكي. شايف المنافسه مع الفرقتين ازاي؟ هل في حاجه اتغيرت في السيتي؟ وشايف ماتش يوم الاحد ازاي؟ لا سيتي اتغير، سيتي عنده بص انا جوارديولا دايما بيبهرني ودايما بشوف ان جوارديولا هو افضل مدرب في العالم، لان جوارديولا قادر كل سنه انه يوريك حاجه جديده. صح. ويطور من نفسه ويعلي على نفسه كل شويه يعلي على نفسه. ما بيزهقش يا اخي. لا 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 مش ممكن. يعني انت كنت دايما بتشوف او قعدنا نقول ايه خلاص بقى فكره الباك رايت اللي بيخش في العمق او الباك ليفت اللي بيخش في العمق او المدافع اللي بيطلع يزيد، لاول مره دي دلوقتي بقى عندنا حاجه جديده، بقى دي بروين بيروح ناحيه الشمال والوينجات هي اللي بتدخل للعمق، واوقات الوينجات فاتحين فعنده الاثنين ستايل بتاع الوينجات سواء دوكو او سافينيو اثنين بيفتحوا على الخط او جريليش كمان او جريليش وفودن لما بيضموا بقى للعمق هم الاثنين دول، فعنده كذا دور، جاب جوندوجان كمان زود على السكواد بتاعه جوندوجان، الفرقه مبهره، الفرقه مبهره بشكل حلو قوي، وجوارديولا قادر، خلي بالك احنا كنا دايما نقعد نقول ايه جوارديولا في البريمير ليج في اول كام اسبوع بيبقى وحش جدا. صح. لا هو بادئ نار. لا لا مفيش نار، هو مسقط نقله من قبل ما الدوري يبدا. لا لا نار، واللعيبه جاهزه واللعيبه فايقه. صح. وهالاند حتى اتفرج على هالاند، على كره هالاند من سنتين لما وصل سيتي واتفرج على كورته النهارده، لا فيها تطور. أوكي. في بدا ان في استلام، بقى بيعرف يستلم، بقى بيعرف ينزل، بقى بيعرف يشتغل مع الفرقه، زمان كنا بنشوف هالاند هو طبعا مهاجم رهيب، مهاجم طبعا. قوي جدا، بس كان ناقصه اللي هي الحاجات اللي هي بقى اللي يشتغل مع الفرقه، كانت دايما الفرقه هي اللي محتاجه انها تخدم عليه. هالاند بدا يظهر بالدور ده، ما ظهرش بيه قدام ماتش انتر بالمناسبه. عندك تخيل ايه اللي بيفرق؟ يعني ايه اللي انتر عمله
خلى هالاند الكره ما توصلوش كتير، او يمكن هي كره واحده بدماغه في الشوط الثاني. يعني كيفيه عزل ايرلينج هالاند تتعمل ازاي من سيميوني؟ فكره الثلاثه، فكره الثلاثه بيلعبوا دي برضو دي بتخلي بتدي عمق الانتر نوعا ما. يعني فكره خروجهم بالكوره، خلي بالك انتر فكره خروجهم بالكوره وفكره ان بس فكره ان باستوني بيقوم مرحل، ففكره ان الباك ليفت يقوم مكمل لقدام، فتشيربي يخش في العمق، اتشيربي يخش في العمق، باريلا يقوم ساقط او زيلينسكي يقوم ساقطين عشان يطلعوا بالكوره. فكره الضغط كمان هم بيطلعوا يضغطوا على سيتي، ففكره ان واحد من باريلا او زيلينسكي بيطلع يضغط على الثلاثه عشان يبقوا ثلاثه ضاغطين على الثلاث مدافعين، فنحاول نعزل سيتي بالكوره. كل الحاجات دي انزاجي قاري جوارديولا، وانزاجي شاطر قوي في قرايه الجيم بتاع جوارديولا. لو تفتكر في فاينل تشامبيونز ليج انزاجي كان عارف يقرا الجيم بتاع جوارديولا، وكان قادر انه يتعب جوارديولا. مش بقول ان هو اكتسح جوارديولا، ولكن كان قادر انه يقرا الجيم وكان قادر انه يفهم الجيم. فكره بقى العناصر هي اللي كانت فارقه معاك. صح. دي كلها حاجات انزاجي. انتر الناس اللي بتتعامل مع انتر انه فريق من الدوري الايطالي وفرقه سهله وبتاع، لا انا بقول ان انتر هو الفريق الوحيد في ايطاليا اللي قادر ان احنا نقول النهارده ان ده ينافس على تشامبيونز ليج. صح، برافو عليك. من اول الموسم واحنا بنقول كده. يعني يوفي بيبني فريق حلو قوي، ميلان لسه بدري جدا، ده مشروع هياخد وقت طويل، هياخد وقت مع تياجو موتا. نابولي مع كونتي فرقه طبعا كويسه، بس ما بيلعبوش تشامبيونز ليج فما تقدرش تحكم عليهم، بس فرقه هتبقى كويسه. هو مع انتر زي ما انت قلت، بس انتر لا، انتر مبهرين طبعا، والمشروع بقاله كذا سنه وبقاله شغالين عليه ودايما بيدعموه، بيروحوا يجيبوا اللعيبه، دعموا بمهدي تريمي مهاجم، دعموا زيلينسكي في نص الملعب. فده الذكاء بتاع انتر، ده الذكاء بتاع انتر، وان هم مكملين بنفس المدرب ان هو بيحط يعني دايما يكون على افكاره بيبقى هايل جدا. ارسنال مش حاسس برضه، اصل الموضوع بيبقى ايه واحد يعني كل سنه كل سنه وبعدين تحس ان هم ماشيين كويس جدا، وفي نفس الوقت تحس ان في فجوه في مركز المهاجم ما بتتحلش. انا مش عارف هل هم كمان مش ملاحظين ده، ولا احنا بس اللي بنشوف ده؟ يعني كاي هافرتس هيقدر تعتمد عليه موسم كامل؟ جابريل جيس ما بيلعبش كتير، هتتوظف ازاي ان الفريق يتحسن ويقدر ينافس؟ لان المنافسه طويله جدا. ان امبارح كمان ديكلان رايس بعد الماتش قال لك نسخ الشامبيونز ليج وانت بتلعب في ايطاليا مختلف عن الدوري. اتلانتا كمان، اتلانتا جاسبريني متعب جدا، فكره المان تو مان اللي بيلعبها طول الجيم، فكره اتكلم عليها النهارده. قال لك بيجري ورانا جوه ال 18 بتوعنا، فكره المان تو مان اللي جوه طول الماتش دي مرهقه لاي فريق بيلعبه. ليها ميزتها وليها عيبها، شفنا عيوبها قدام انتر، قدر ان هو خمسه ويقعد يعدي، وشفنا برضو قدام ليفربول ازاي قدر ان هو يكسب ليفربول ثلاثه طبعا. فشفناها في الحالتين، فهي عارف انت بتلعب زي ايه، مرانه كبيره قوي، يا تنجح يا تفشل. فدي فكره جاسبريني. بس ارسنال انا كنت شايف من اول يوم ان هم محتاجين مهاجم. أوكي. انا كنت شايف ان دي الصفقه اللي هي ايه زي ما بيقولوا ده مهر الدوري. ده مهر الدوري ده اللي هو تبتدي تقول انا قادر انافس على الدوري، سواء بقى تروح تجيب جوكيرس من سبورتنج، سواء تروح تجيب اوسيمان، سواء تروح تجيب ايفان توني، كان في قدامك كذا اسم موجود طبعا. فكره انك صممت انك تكمل بكاي هافرتس، بان هو كاي هافرتس ده بحالات احنا شفناه في ماتش استون، في ماتش استون فيلا صح، ماتش استون فيلا لا الماتش لا برايتون، اوكي ماتش برايتون اللي تعادلوا فيه. برايتون في كوره في الدقيقه 78 كاي هافرتس رايح بيها انفراد لوحده ضيعها. صح، هم بيلعبوا ناقصين، وهم بيلعبوا ناقصين. الحاجات دي هي اللي بتجيب الدوري، والحاجات دي هي اللي بتفرق قوي. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق في الدوري. انت ممكن تبقى ماتش وحش جدا بس عارف تكسب، ممكن تبقى ماتش كويس جدا بس تبقى تضيع. ارسنال مر بظروف صعبه في ماتش برايتون بس خسر. هتقولي تحكيميا وفي حاجات كتير نقعد نتكلم عليها، بس عادي هتمر بده، بس كان بلقطه بتاعت كاي هافرتس كانت خلصت الدنيا خالص. كلها طبعا. فدي الحاجه اللي كانت ناقصه. دعم في الدفاع بشكل قوي، دفاعه بقى اقوى، عنده بضمان كالافيوري مع عوده تيمبر، الدفاع بقى اقوى بكتير، نص الملعب بقى كويس. بس انت شايفه النهارده اوديجارد غايب طبعا، هعمل ايه؟ ده ممكن يخش في شهرين بيقول لك. هعمل ايه بقى من غير اوديجارد؟ انت النهارده عندك جورجينيو وديكلان رايس وتوماس بارتي. مين اللعيب اللي قادر يعمل لك الحاجه اللي اوديجارد بيعملها؟ مفيش. فدي كلها حاجات هنشوف بقى ارسنال هيعدي ازاي من المطب ده، لان ده مطب كبير. عشان كده دايما السيتي بيكون الفريق الاوفر حظا في المنافسه على موسم طويل ما بين دوري ابطال وما بين دوري انجليزي، بسبب عمق القايمه، وبسبب ان جوارديولا بيبقى حاطط سيناريوهات لاصابات والروتيشن واللعيبه مستوى بيقل، فدايما هو اللي بيعدي من الحته دي. تعال نشوف تصريحات ارتيتا قال ايه بعد مباراه اتلانتا في دوري الابطال، ونطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم.
أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل مميز، وخلال أول 20 أو 25 دقيقة حققنا جزءا كبيرا من أسلوب اللعب المميز أمامهم وأهدرنا فرص عديدة. أعتقد أننا لعبنا بشكل خاص بالكرة في المناطق الصحيحة بالطريقة الصحيحة، وكنا فعالين معهم دون صنع الكثير من الفرص الجيدة، وبعد ذلك فقدنا السيطرة على المباراة لأننا كنا غير متسقين للغاية مع الكرة وخسرنا الكثير من الكرات البسيطة، وذلك ضد فريق يلعب رجل لرجل بالطبع، لأنك تمر بلحظات انتقالية، لأنه في اللحظة التي تفقد فيها لاعبك تكون هناك مساحة وتكون بأعداد متساوية في الخط الخلفي أو مكتظا دفاعيا. دفاعيا لم نعاني، هذا هو الواقع، ولكن من الواضح أننا بعد الشوط الثاني احتسب علينا ضربة جزاء، وشهدت اثنتين من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق في مسيرتي مع ديفيد رايا لإنقاذنا من تلك اللحظة. وبعد ذلك استمرت المباراة بنفس الطريقة التي كانت عليها بعد أول 25 دقيقة، غير متسقة للغاية مع الكرة. كانت لدينا لحظات لكننا لم نسمح لهم بالسيطرة أو التهديد، ثم أتيحت لنا الفرص الكبيرة لمارتينيلي للفوز بالمباراة، لسوء الحظ لم ينجح، لذلك هناك الكثير لتحسينه. حول ديفيد رايا، أنه أصبح في الوقت الحالي الحارس رقم واحد بلا منازع في فريقي. من المؤكد أنه كان في العام الماضي مثيرا للإعجاب وجيدا حقا، حتى مع سياق مختلف بالتأكيد، ولكن هذه ليست سوى علامة على الاستثناء. أعتقد أن التصدي الذي قام به أمام أستون فيلا وأمس أمام أتلانتا وأبقينا في المباراة، هناك حقيقة وتحتاج إلى ذلك من حارس المرمى الخاص بك على هذا المستوى، وأنا سعيد حقا لأنه في المستوى الذي هو عليه حاليا. ولسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم من سوبر ليج، ومنورني ومشرفني في الاستوديو احمد يوسف جو. جو، جماهير برشلونه اعتقد عايشه حاله من السعاده غامره كانت الفترات اللي فاتت لحد ماتش موناكو، وان صح. كان طرد ايريك جارسيا ممكن يقول اصل الطرد هون عليهم شويه. ثقه جمهور برشلونه الى اي مدى تقدر تصف في مشروع هانز فليك، والراجل ده قد ايه فرق مع برشلونه من ساعه ما وصل؟ لا تصف جدا، ما عندهمش جداً. حل تاني يعني برشلونه بالذات ما عندهاش حل تاني انها غير انها تثق في هانز فليك. عشان هو جامد ولا ده الاوبشن الوحيد؟ عشان الاثنين، عشان الاثنين، عشان الاثنين، عشان الحاجتين. ماشي، اولا بس انا عايز اقول حاجه على تير شتيجن. انا سمعتك وانت بتتكلم على تير شتيجن، بس عارف انت كل يوم الحمد لله انا يعني وجهه نظري في تير شتيجن ما اتغيرتش من اول يوم. دي وجهه نظرك فيه من زمان؟ من زمان جدا. برافو عليك. من زمان جدا والله العظيم. بشوف ان هو حارس اقل بكتير من النفخه اللي الناس نفخينها له. ماشي، ف عمل موسمين كويسين يمكن في كاريره، بس ان لعيب عنده حاجه و30 سنه نقول اصله عمل موسمين في كاريره جامد، فده حارس جامد قوي. لا انا اسف، يعني امبارح يعني يسال عن الطرد ويسال عن الاهداف ويسال عن كل حاجه. يعني بصراحه تير شتيجن حاجه بصراحه. هو بيعمل بوز والكره بتتشاط، هو بيعمل بوز يعني بيروح في حته ويقف. انا اسلام الكره الجون الثاني مغمض عينه. انا ما شفتش جون بيغمض عينه، يعني اللي هو احنا شفنا الفرق ما بين مثلا كورتوا مع ريال مدريد في الماتش اللي لعبوه قدام شتوتغارت، الراجل طالع نجم اللقاء، والناحيه الثانيه بتشوف تير شتيجن هو السبب في خساره برشلونه. صح. بس هانز فليك ليه بقى هو جامد قوي؟ ليه بقى؟ اولا الراجل بيعتمد على الشباب، بدا يدخل لعيبه شباب، شفنا كاسادو، شفنا برنال الاول متعلق، برنال اتصاب طبعا كان لعيب ممتاز جدا، فانت بدات تشوف العناصر الجديده الصغيره بتلعب. فالراجل الناس الخوف اللي كان فكره مشاركه لعيبه لمسيه، الراجل بيلغي الخوف من الفكره دي خالص. بتشوف بقى بلدي بيرجع لمستواه، بتشوف كوندي بيشتغل بالشغل بتاعه كويس، كوبارسي ممتاز هايل. ماشي، بتشوف بقى ان هو اعاد احياء رافينيا تاني، الراجل ده رجعه من الموت، ده متحول. رافينيا ليه بقى رافينيا متحول؟ لان رافينيا يرجع يفتكل مع بيلسا ليدز، رافينيا كان واخد حريه نوعا ما. رافينيا مع تشافي ما كانش واخد الحريه دي، كان لعيب خط. اوكي، ف بيلسا كان قادر ان هو يخلي رافينيا لعيب جامد قوي عشان هو مديله الحريه نوعا ما اللي اداها له مين؟ اداها له هانز فليك. أوكي. هانز فليك ما بيلعبش رافينيا لما في حاله وجود اولمو، ما بيلعبش رافينيا ناحيه الشمال صريح. لا، بيخليه يخش للعمق، وحتى دايما يقول لك ايه الهجمات بتاعه برشلونه من ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال. لان اعتماده من ناحيه الشمال على بلدي، ان بلدي بيفتح الملعب وبيفتح الخط وبيشتغل. كمان بقى ليفاندوفسكي، الناس كلها كانت بتنتقد ليفاندوفسكي، وان هو عمل حاجه في ليفاندوفسكي الناس يمكن مش واخده بالها منها، وهي فكره ان هو بدا يوظف ليفاندوفسكي البدنيه. يعني ايه ليفاندوفسكي؟ انا مش عايزك تطلع تضغط على الاثنين مدافعين وتقعد تهلك نفسك في الضغط على اثنين مدافعين. لا انا اسف،
انزل اسقط اضغط مع اللاعب اللي هو رقم 6 في نص الملعب تمام، وخلي لامين يامال وخلي رافينيا اللي هم الاثنين الوينجات هم اللي يخشوا يضغطوا على اللعيبه المدافعين. فدول لما بيخلي الاثنين الوينجرز يضغطوا على الاثنين مدافعين بيخلي ان الضغط كله يتركز في النص، فقدامك حل انك تطلع على الخط، ولما بتطلع على الخط هم ايه هنعرف نحاول نجيب الكره ونستخلص اولا بيزنقوا جنب الخط وبيطلع له كوندي او بيطلع له بالدي بالظبط كده. فعشان كده الراجل غير بقى ان هو هجوميا الفرقه فائت وهجوميا هو اقوى فريق في الدوري ودفاعيا الفرقه بدات تتحسن بشكل كبير، عنده غيابات وما بيعيطش خالص. انت بتتكلم على كوندي، بتتكلم على ديونج، بتتكلم على اراوخو، بتتكلم على جافي، داني اولمو اشتروه مش عارفين كانوا يقيدوه فكل دي غيابات. الراجل ما بيطلعش يقول حاجه في الاعلام، ما بيطلعش يقول اي مشكله، برنال اتصاب على طول الراجل مفيش مشكله خالص، تعامل كاسادو بيتعامل، الفرقه بتتعامل. يمين يامال بصراحه انا بقول ان ده هديه القدر لبرشلونه يعني فعلا ان اللعيب ده في السن ده بالنضوج ده هو ده هديه القدر لبرشلونه 100%. حقيقي فعشان كده برشلونه ما عندهاش حل غير هانز فليك في ظل الازمه الماليه، في ظل ان الراجل بدا يوجد حلول لبرشلونه، فده الحل الامثل لبرشلونه وده الحل الامثل اللي هم لقوه في سكتهم. بس برضو عشان ناس كتير شايفه بتتجاهل دور تشافي بصراحه ممكن يكون قد مواسم مش كويسه، كان عنده تحفظات. تشافي يا جماعه جاب دوري برشلونه في ظروف استثنائيه تماما، صح. تشافي طلع اكتر من لاعب من اللعيبه اللي احنا بنتفرج عليها دي النهارده اللي هانز فليك بيبني عليها افكاره. فعشان كده بس بشوف حاجات كتير على السوشيال ميديا فكره ان تشافي ده تعبان، تشافي ده ما جاش، تمام صح. ما بس يعني يا جماعه انصاف، بعض الانصاف لتشافي في الحته دي يعني. مليون في الميه برافو عليك. طالما جو عندنا ما ينفعش ما نلعبش بصراحه ونلعب معاه لعبه خفيفه، ودي هتبقى ان شاء الله فقره بيست اوف 5 هتبقى متواجده معانا الفقرات الجايه. ودايما الراجل تقدر تساله في التاريخ وتساله، بس احنا هنخلي سؤال حلقتنا النهارده في مده او موسم 2024 في سنه ميلاديه يعني. سنه ميلاديه من اول 2024 الى يومنا هذا. حلو قوي. احسن خمس اجنحه على مستوى العالم. عايز تبدا من الاول ولا تبدا من الاخير؟ نبدا من الاخير. يلا بينا. الاخير نبتدي نقول نقول مين؟ فكر معايا. ممكن نقول فيرتس. اي نعم هو مش جناح قوي بس حلوة. بس باير ليفركوزن منتخب الماني، بس عمل شغل هايل قوي مع ليفركوزن في الموسم، عمل شغل هايل مع المانيا. كنا شايفينه لعيب مميز جدا، هو جمال موسيالا موسم اظن كمان فيرتس كمان هيبقى خناقه السنه الجايه. لعيب كويس قوي. يعني عقده اظن بيخلص باين السنه الجايه، مش عارف عقده بيخلص السنه الجايه ولا لا، ولا هيمشي. وكمان لو تالق السنه دي مع ليفركوزن مليون في الميه هيكون خناقه كبيره السنه الجايه. هو لسه بس هو اظن ده هتبقى خناقه السنه الجايه. فلوريان فيرتس. عندك فينيسيوس جونيور، عندك صلاح، عندك يعني اعداد كبيره جدا جدا يعني من الاجنحه. ممكن ناخد، تصدق بقى ناخد واحد حبيب صاحبي بقى. ساكا. مروان سري يشعر بالفخر. عشان بس ما يزعلش. بوكايو ساكا مليون في الميه. بص برضو ساكا بدا يبقى محور اداء ارسنال في اوقات كتيره جدا، وبقى بيساهم في اللعب بشكل كبير جدا، ناضج اكتر السنه دي كمان. وبقى بيحرك الفرقه، وبقى دايما ساكا حتى بقى في ضربات الجزاء دايما هو موجود، صح. بقى في صناعه اللعب موجود، في الكرات الثابته كمان، الكرات الثابته موجود. فعشان كده هاخد ساكا رقم حلو. 4. ماشي. رقم 3. هاخد صلاح. اوكي. وعشان فكره ليفربول انا عارف الناس كتير هتنتقد ويقول لك صلاح ما عملش حاجه السنه اللي فاتت، صلاح فنش وحش الدوري السنه اللي فاتت. تمام، بس صلاح دايما هو محور اداء ليفربول. صلاح اتاثر بشكل ما بغياب ساديو ماني وفيرمينيو، ولكن قدر ان هو اللي يشيل الفرقه تاني. تمام، فقدر ان هو يرجع نفسه ان هو الاسم الكبير. مليون في الميه. استمراريه مرعبه. بتتكلم استمراريه في 8 سنين في الدوري الانجليزي، ده حاجه مرعبه جدا. انت لو رجعت سنه ولا سنتين يبقى صلاح هو الجناح الافضل على مستوى العالم؟ اما هو سنه ولا سنتين دي هتدخلني بقى في حته ميسي. لا لا بره ميسي. لا بطلع حساباتي بره. طبعا ميسي. بص صلاح في الثمان سنين، انا مش هقول لك بقى غير حاجه، صلاح في الثمان سنين واحد من افضل ثلاث اجنحه في العالم. صح. في الثمان سنين. صح. اللي هو لعبهم في ليفربول هو واحد من افضل ثلاث اجنحه في العالم. هات لي اسم قدر ان هو يحافظ على الاستمراريه دي ثمان سنين. فيش. قليل، هتلاقيهم قليلين. مليون في الميه. تمام، فصلاح بالنسبه لي ثلاثة بالنسبة لي، عشان بس فكرة ان انت السنة اللي فاتت ما فنشتش احسن حاجة، ولكن السنة دي باين وكفريق ككل. وبعدين انت ما فنشتش احسن حاجة، دي فيها 20 بلس يعني. طبعا فيها مثلا 20 22 جون، ده العادي. بس الفكرة كلها ان السنة دي باين ان فورمة ومركز و ما شاء الله. الحلاقة فرقة جدا. احنا كلنا كده على فكرة. مين تاني؟ مين اول تاني ممكن ناخد؟ لامين. لامين يامال. اوكي. السنة اللي فاتت عارف انه ما لعبش مع برشلونه بشكل كبير، بس فكره اليورو طبعًا. وفكره النقاط فرقته لليورو، لعيب عنده 17 سنه بيعمل الكلام ده كله، ده ما بيحصلش غير عادي.
تصريحات ناضج فيها جدا، كلامه وهو بيتكلم كل حاجة بيعملها وناضج فيها جدا، مع كمان انه جاله مدرب عارف يديره بدنيا ان هو ان شاء الله ما يتصابش وان هو يفضل مكمل. صح. يورو كان مبدع ومبهر طبعا. بشكل كبير طبعا. لغايه دلوقتي هو مع برشلونه هو اكتر من ساهم وبيساهم في صناعه الفرص وفي التسجيل والكلام ده كله. النهارده لامين انت ما بتبقاش عارف هو هيعمل ايه. صح. هو هيرقص غير هو هيشوط هو هيعد، انت مش عارف لامين هيعمل ايه. لامين عنده كل الحلول يقدر يعملها، كل الامكانيات. دلوقتي بتشوف الوينجات ما بقوش كتير في العالم اللي بيقدروا يعملوا حاجات كتير قوي. طبعا. فلامين بيقدر يعمل حاجات كتير قوي. رقم واحد فينيسيوس، فينيسيوس جونيور. انا برضو اعتبرت ان مبابي مش جناح خالص، فانا اعتبرت ان مبابي مهاجم في الفيلم ده. ففينيسيوس بصراحه حاجه بتفكرني باللي هو ايه ده اللي عنده الزمن الجميل. ده اللي عنده حاجه مختلفه. ده اللي عنده هو لامين يامال الحقيقه يعني. ده اللي قادر ان هو يبقى فيه عليه اتنين لعيبه وهرقصهم. صح. انا عارف ان هرقصهم والاتنين لعيبه اللي قدامي. صح. عارفين ان هم هيترقصوا اليوم في المية. بس لما يكون ده مركز لما يكون ده مركز مش سامع الجماهير بالظبط كده، لان هو في الشامبيونز ليج ورانا نسخه السنه اللي فاتت في الشامبيونز ليج مرعبه مبهره مرعبه جدا. صح. بس هو السنه دي لسه مش فيني اللي احنا عارفينه بتاع كل سنه. هتمشي لا ما هو خلي بالك مع كل دوري الابطال هم الفرقه دي بتتنافس يعني. افضل خمس مدافعين على مستوى العالم خلال 2024. طيب خلينا ناخد نقول ممكن ناخد نحط كوبارسي. كوبارسي ده اختيار عظيم. لا مش كوبارسي، باستوني. باستوني خمسه. باستوني خمسه اوكي برضه اختيار هايل، بس انا كوبارسي بحبه قوي اصلا. ماشي بس باستوني. باستوني ماشي. باستوني مع انتر بصراحه جميل قوي. منظومة دفاع انتر اصلا بشكل كبير بتعتمد على باستوني، اهم واحد في المدافعين خروجه بالكره. يعني دايما بفتكر تصريحات اسوري مدرب الزمالك عايز سنتر باك اشول. سنتر باك بتشوف سنتر باك اشول من بيطلع بالكوره انك تنور. والله ده على فكره ده المدافع الحلم بالنسبه لي في ليفربول. والله ده بجد لو نفسي في مدافع يعني يبقى باستوني. ده خلاص احلام جو. باستوني. اربعه روديجر. روديجر برضو موسم السنه اللي فاتت هايل جدا. الراجل شايل المدافع، شايل الدفاع مع ريال مدريد السنه اللي فاتت تشامبيونز ليج مع منتخب المانيا كان مؤثر جدا. عمل جيم على هالاند السنه اللي فاتت طبعا. والسنه دي ماشي كويس وبيأدي كويس. لما تشوف رحله روديجر اصلا من انتقاله الى ريال مدريد. صح. شكلها عامله ازاي ان هو لعيب مش هيلعب ولا بياخد مركز اساسي ويبقى واحد من احسن لعيبه في ريال مدريد. فروديجر اكيد مليون في المية. رقم 3 كوبارسي بقى. كوبارسي اوكي. انا دايما اللعيب اللي هو مدافع و17 سنه وصغير بالشكل ده وبيطلع بالكوره بالشكل ده وبيعمل كل الحاجات دي لسه محتاج في حاجات تظبيط طبعا. بس يا جماعه انا بجد انا واحد من الناس اللي مستني اشوف كوبارسي ده وعنده 23 سنه هيبقى عامل ازاي. يعني كمان 6 سنين. خلي بالك احنا بنتكلم 6 سنين في عمر الكوره ده كتير. ماشي انا مستني اشوف كمان 6 سنين وعنده 23 سنه لسه صغير هيبقى عامل ازاي. طب قول لي رقم 2 ورقم 1 عشان الوقت بيجري جدا. رقم 2 سليبه. سليبه هايل. رقم 1 فان دايك. فان دايك. فان دايك مدافع بيفكرني بالقدام. اوكي. ودايما حتى ياب ستام لسه كان متكلم عليه قال لك ده مدافع يتحط مع فئه الاساطير يعني. قدامي نص دقيقه اخد احسن خمس مدربين في العالم بسرعه يلا. على طول تعال نقولهم بسرعه. ناخد انزاجي، ناخد جوارديولا، ارتيتا، ممكن ناخد ديلافوينتي عشان يورو. طب رتب ديلافوينتي كام؟ خمسه. سيميوني انزاجي أربعة. عندك أنشيلوتي كمان. أنشيلوتي أربعة. أنشيلوتي أربعة. حلو يبقى أنت قلت جوارديولا، سيميوني، إنزاجي، أرتيتا. أنشيلوتي عشان كسب تشامبيونز ليج وكسب دوري. حلو. يعني أي نعم عندي حاجات كتير عليه بس عظيم. بس كسب كل حاجة. رقم اثنين أرتيتا. رقم واحد جوارديولا. أنت قلت في النص أحسن مدرب في العالم. جوارديولا أحسن مدرب في العالم. وش سيميوني إنزاجي أحسن مدرب أندر ريتد في العالم. من احسن مدربين في العالم عموما. مش من احسن، من احسن ثلاث مدربين او اربع مدربين في العالم يعني. اتفق معاك مليون في المية. عادي جدا. جونا بشكرك شكرا جزيلا. وانا اسلام انبسطت جدا معاك. والله بتبسط جدا بوجودك دايما معايا وبتشرفني بتنورني ودايما حلقاتك ممتعه. حبيبي يا اس دايما بتبسط معاك ومبروك على البرنامج الجديد. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من سوبر ليج. يا رب نكون قدرنا نقدم محتوى ممتع ومفيد يليق بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون فايف سبورتس. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.